تلقينا بحال باقي بحال ايو الناس بحال كاع في المجتمع تلقينا هذا الخبر ديال انه غادي يكون هناك تلقيح للفئه العمريه ديال من 12 ل 17 سنه وسط التلاميذ، وشفنا كاع برامج محدده في واحد العدد ديال المديريات الاقليميه ديال التلقيح. هذه المساله هذه انا سنأكد لكم بانه مع الاسف الشديد وزاره التربيه الوطنيه مره اخرى ووزير التربيه الوطنيه مره اخرى لم يتواصل في الموضوع معنا كشركاء. احنا هما نساء رجال التعليم، احنا شريك اساسي في العمليه الى جانب الشريك الاساسي الثاني اللي هو جمعيه الاباء اللي كتمثل التلاميذ. هادو شركاء اساسيين، العديد من الجمعيات المهنيه داخل القطاع. وزير التربيه الوطنيه لم يكلف نفسه عنا انه يتواصل معنا يخبرنا نعرفوا شنو كاين، تشاور معنا ما تشاورش. وهذا الشيء ماشي جديد، وزاره التربيه الوطنيه دابت على الا تشرك احدا في العديد من الملفات بما في ذلك الملفات ديال الشغيله. ما كاينش هناك حوار، ما كاينش تواصل. اذا تخبرنا عرفنا بانه غادي يكون هناك تلقيح. دابا علاش مهم كان مهم يكون هذا الاستشاره هذه؟ لانه هذا الموضوع خلق الان بالبلاء عند الاباء، عند الاسر في المغرب وفي العالم ديال دابا. السؤال واش اللي كيطرحوا الناس، واش اللي ما غيتلقحش ما غيدخلش القسم حجر الدرس التلاميذ او يدخلش المؤسسه؟ واش اللي ما غيتلقحش غادي يكون من نصيبه التعليم عن بعد؟ اش من نوع ديال التعليم فعلا غادي يتم اعتماده؟ واش التعليم عن بعد او التعليم حضوري او شي صيغه وسطى بينهما؟ ولما كيفاش غيتم توزيع التلاميذ على هذا؟ واش غادي يكون توزيع على اساس الملقحين وغير الملقحين؟ ناهيك على مساله اخرى، لحد الان حنا في المغرب ما عمر تقال في البلاد بانه هنا التلقيح اجباري، ما عمر تقال في البلاد وما عمر تقال الناس بين. صحيح كيشجعوا الناس، وحنا بدورنا كنقابه كنشجعوا الناس يعملوا التلقيح. حنا ماشي ضد التلقيح، حنا مع التلقيح، لكن ما حنا ضد انه يكون اجباري للمغاربه والتلاميذ بمن فيهم التلاميذ، ضد انه يكون هناك اجباريه. المساله ديال الاستئذان هادو قصيرين، نعم، التلاميذ فاش عندهم السلطه صيغه القرار ديال التلقيح من عدم. طيب هما الوزاره هذه من المطبات على الاتحاد. الوزاره الان ما عندهاش خيار الا انها تستاذن الاباء، وان الاباء يكونوا حاضرين مع الابناء ديالهم. وهذا الشيء خلق واحد النقاش ما بين اللي قابل بالامر الواقع وما بين اللي رفض. وهذا الامر هذا باش ما نوصلوش ليه كان خصنا ما نوصلوش حتى نوليو امام هذا الوضع هذا. كان خاص تكون هناك استشاره مع الشركاء، والشركاء فيهم جمعيه الاباء النقابه التعليميه، الحركه النقابيه. كان خص يكون هناك استشاره، هذه الاستشاره ما كانتش، وبالتالي احنا غاديين لواحد الوضع اللي يمكن يدير واحد عدم الاستقرار في البلاد. راه التلامذ هذه فئه عمريه 12 17، هادو هما المراهقين، هادو هما المراهقين من اصعب ما يمكن لك تدبر. يمكن لك تتعامل مع الناس كبار سميتو، اطفال صغار يمكن لك تتحكم فيهم، ولكن مراهقين راه التدبير العلاقه معهم امر شائك وصعب وممكن يؤدي لردود فعل وكل شيء يمكن لك تصوره. انا ما بغيناش نبداو نعطيو بعض الاشارات السيئه اللي يمكن ما تكونش في صالح بلادنا، ولكن راه ممكن كل شيء يمكن تصوره.